مقاومة بس ليست طائرات لكن لها معناها قوه قو قدره تدميريه على القوات الموجوده على الارض قو قوه كبيره برشا وهذا دليل مره اخرى على الانفلات لكن هذا ما مش تعدى بلاش هذه الاف 35 هات نقول لك شو وراها هذه وراها الاف 15 هي طائره اعطتها السعوديه طائره اكبر من الاف 16 ومعناها طائره كيف كيف مدمره قديمه أوه. شويه بالنسبه لل الاف يعني 35 أه. لكن زاد كيف, كيف كيف لها قدرات كبيره وسرعه يعني وقدره على حمل اسلحه وقذائف وقنابل معنا متعدد الحموله نتاعها اكبر من الاف 16 اذا وعندها حتى المدى اللي تطير به اكبر من من الاف 16 اذا أه. هي طائره يعني قويه جدا ومن أعطى الاسلحه موجوده في العالم. بيه مشكله. باش نكمل أنا خاطر ثلاثة حاجات وفسر هذا ايه مروحيات اباتشي أي مروحيات قتال مروحيات هجومية وهي مدرعة طائرة يعني من اه تقريبا أقوى مروحية معناها هي وثم شبيهتها الروسية اه معناها في نفس تقريب الصنف لكن اه أسلحة خطيرة أسلحة اه موجهة خاصة للهجوم على القوات الأرضية يعني اه من المسافات القصيرة وهي سلاح مدرع وسلاح مجهز بأنظمة أنا حتى الصواريخ مضادة للطيران ما, ما تسيبهاش لأن عندها العديد من القدرات لتفادي هذه الصواريخ إذا يعني هي للقتال القريب وللهجوم على يعني المقاتلين على الأرض سيد عميد شحنا بعشرات المقاتلات نعم. اللي قلت انت الاف 35 وحدهم من اغلى ما أغلى نعم. مقاتلات يعني الاموال ما زالت ترصد نعم. و يعني تعطى للكيان العدو لما قلت اني راهي الحكومه الامريكيه راهي موظف لدى لايباك راهي تنفذ الاوامر فقط يعني ما تستناوش من امريكا يوما ما ان تكون في صف العدل ولا في صف يعني مساله الدولتين متى راهي نعاود راهي أعي ما أقول تو نجيب قائمة نتاع الجمعيات اليهودية الموجودة في أمريكا والتي تطغى على السياسيين وتدير السياسة في أمريكا يعني تو القائمة ونقعد ليلة كاملة نقراو وما نفاوش راهو الأمريكان موظفين لدى اللب الصهيوني راهو اليوم يأتمر بالأوامر التي تصدر من تل أبيب إذا ما تستغرب حتى شيء ما لكن في المقابل فما زوز دول عظمى اصبحت تنادي اليوم باش بنظام عالمي جديد يقول لك النظام العالمي اللي فيه امريكا والغطرسه الامريكيه والتصرف الامريكي اصبح الان حاجه مع صعود البريكس وصعود يعني البلدان هذه الهند والبرازيل وجنوب افريقيا وروسيا والصين أصبح العالم في حاجة إلى نظام عالمي عادل لأن النظام م. موجود حاليا ليس عادلا وفي غطرسة الأمريكان ويعني كأن ما زلنا في العالم الأحادي وأمريكا تتصرف كما, كما تشاء وتساند كما تشاء وتقتل كما تشاء إذا هذا سيعطي الآن أفكار لبوتين وللصين للمضي قدما في هذا المجال ومجال النظام العالمي الجديد الذي ينادي به الجميع في الحقيقة <تصفيق> <تصفيق> سيد العميد ونحكي نحكي على ردود الأفعال هذه ونتحدث عن هذا القرار ونقول بأنه قرار تاريخي وعلى الأقل اليوم وفي الأخر الكلمة باش على جنوب أفريقيا باش <applause> على الأقل دقيقتين ثلاثة لجنوب أفريقيا لأنه هي اللي رفعت السقف عاليا جدا في الأثناء هذه مراسل الجزيرة مثلا توا يقول انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة. <تصفيق> <تصفيق> يعني إمعان إمعان في هذا هذا الكيان هذا سامحوني ما تفيد فيه كل القوة سيد يدراو كان الصواريخ والقوة بالطبع <applause> وهذاك علاش المقاومة الباسلة تقارعه بالسلاح لأنه هو كما قلت عدة مرات كيان لا أخلاق له كيان بني على الغطرسة بني على التقتيل معنا يعني عقيدته الأولى وأدبيته هي القضاء على كل الفلسطينيين مش راه وضعهم تحت الحماية فقط بل تهجيرهم وتقتيلهم وقد نجحوا إلى حد كبير قبل 7 أكتوبر كادوا ينجحون في هذا ولكن الصدمة جعلتهم إلى حد الآن يعني وكل ما زاد يوم كل تو عندنا 111 يوم ولم يتمكنوا من تحقيق اهدافهم كلما جن جنونهم واصبحوا معناها قادرين على فعل اي اي شيء لاباده هذا الشعب وللتنكيل به اذا هو رد فعل طبيعي عندي انا لانه بعد 111 يوم لم يتمكنوا بل كذبوا وكما قال ايزنغوت يعني هذا رئيس الأركان السابق اللي موجود في الكابينات الحرب ويدير الحرب قال كفانا كذبا هذا جاءت منهم هما معناها شاهد شاهد من قوم اذا هل جنون فيه كله جاء من العجز هو نتيجه لما نعجز انا نعجز امام المقاتل ايش نعمل نمشي للبريء ونقتله هذه الصوره بالضبط يعني ولا تنتظروا من هذا الكيان اي رحمه ولا اي لكن هنا نرجع بالكوره مره اخرى لنا احنا للعرب نرجع اذا كان انا يوميا نشاهد ما أراه وبعض الحكومات ما زالت تنتظر في ماذا ينتظرون أن يأتي معناها الدور عليكم وسيأتي الدور عليكم أنا متأكد وقراءاتي تدل على أن المستقبل القريب راهو لن تكونوا خارج القائمة لو انتصرت لقدر الله إسرائيل ستكونون على القائمة يا مطبعين ستكونون على القائمة سيد العميد البيرح وتحية البيبة سالم كان بحذينا لهنا قال لي جمله قال لي راهو العرب اليوم يتفرجوا في الاباده الجماعيه وفي محكمه العدل الدوليه وفي هاي وكانه نتبعوا في حلقات نتاع مسلسل نعم <applause> نحل التلفزة نتفرج في مسلسل الحلقه هذه شو عمل المخرج ونسكر التلفزه <applause> يعني اليوم في وسط هذا الكل ولا شارع عربي شفنا فيه ناس خرجت تندد ولا تقول هي وقف اطلاق النار او تطالب حكوماتها بانها تتفاعل مع هذا القرار وتهدد وتتوعد وغيره هي. شوارعنا خاليه سيد العميد رانا حاشمين بشوارعنا والله هو شيء مؤسف الحقيقه نخجل نخجل هي. من شوارعنا الفارغه يعني كانه اصبح معناها منظر التقتيل منظر عادي يعني وهذا أنا نبهت نبهت منه من من البدايه قلت اياكم ان تطبعوا مع التقتيل وان تصبح العمليه هذه عمليه يوميه ومقبوله راه لا يجب ان نقبل باي حال من الاحوال ما يحدث لاخواننا الفلسطينيين ولكن انا اقول كخبير استراتيجي راه هذا يا عمال عمالي اننا نظن ان احنا بعاد نحن رانا نش بعاد راوا الكيان هذايا قراوا ادبياته. سيد العميد سامحني للناس حتى كي احنا بعاد وحتى لو الحرب هذيا باش تقف في في فلسطين. نعم. وماش بتمشي حتى حتى ميم با جنوب لبنان. حتى لو احنا بعاد. نعم. نخرج نخرجوا ونفديوها الارض هذيك نعم. فلسطين. نعم. يعني مش لازم نخرجوا خاطرنا خايفين ليجينا حتى لو ما جاوناش. والله إيه الحقيقه في ديارنا الحقيقه سيد أنا ونحكي على العرب الكل راهو. اي صحيح صحيح الموقف الشعوب صحيح لكن لابد من 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 الحركه، لابد من التعبير، لابد من يعني لانه الضغط هو اللي ولد الشيء ربما من الاشياء اللي شجعت الكيان الصهيوني هو الصمت وربما التطبيع مع التقتيل ويعني الاباده اليوميه وهذا انا ذنبهت منه من, من تقريبا الاسبوع الثاني، قلت ردوا بالكم لانه لابد للشعوب العربيه ان تتحرك بقوه وان تبدي رايها وان تضغط لانه هذاك هو السبيل الوحيد لجعل العالم ونرى من في اسبانيا ونرى في دول الغربيه ما يحدث والراه في بعض البلدان العربيه معنا كان اصبحنا منظر مالوف وكان قبلنا بالامر الواقع راه هذا خطير كما قلت خطير لانه لا اريد ونقول كلمه خايبه لا اريد ان نصبح مثل القطيع لا اريد انا 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 رهنت على الشعوب العربيه ومتاكد ان لا بد ما فينا نخوه وما فينا بعض من الاحساس ولا بد للشعوب العربيه خاصه في الظروف هذه ان تتحرك وان تبدي برايها سلميا بطبيعه الحال لكن ب... لابد من التعبير الصارم على ما يقع في غزه. أم البيت الابيض توا فما تصريحات للبيت الابيض فيما يخص قرارات محكمه العدل الدوليه وفي تصريحات لمتحدث باسم البيت الابيض يقول رئيس بايدن يريد انتهاء الحرب في غزه بكل تاكيد لكن وقف اطلاق النار بشكل عام ليس هو الخيار الافضل يعني وقف اطلاق النار لن يكون الخيار الافضل بالنسبه للبيت الابيض يقول اسرائيل تواجه تهديدا حقيقيا من حماس ولهم كامل الحق في حقتي هذا التهديد تحدث أيضا شفت الناطق الرسمي باسم البيت الأبيض قال بأن بعض قرارات محكمة العدل الدولية تتماهى مع موقف أمريكا في حق إسرائيل في أنها تدافع عن نفسها ضد الإرهاب وهذا ما أكدش كلامي توا هذا هل أكد كلامي أن هذه الحكومة في الحقيقة هي الت... تؤتمر بأوامر لوب السهوني ولن تخلقت ألف مرة لا تنتظروا شيئا من أمريكا راه مستحيل لأنه لكن هاو حاجة باهية الآن أصبح عنا آه العالم تقريبا في 200 دولة عنا أمريكا وإسرائيل في جهة وبقية العالم بما فيه الغرب في جهة ثانية هذا المشكل الكبير المتحدث باسم الفريق القانوني لجنوب افريقيا يقول في تصريح للجزيره اجهزه انفاذ القرار ضعيفه او غير موجوده القرار يعتبر قرار غير ملزم تنفيذيا اليوم وقال نفس المتحدث اللي هو باسم الفريق القانوني لجنوب افريقيا يجب ان يتبنى مجلس الامن القرار لالزام اسرائيل بتنفيذه وقال اذا لم تمتثل اسرائيل خاطر الناس الكل قاعدين نسالو نقولوا كان ما اليوم كيف يمكن التصرف يقول على مجلس الامن التدخل اي هذا هو حتى جنوب افريقيا سمعت انا يعني ممثلين يتكلموا وناويين المواصله معناها ما برفع القضيه وانتظار يعني القرار الان حتى ما طلبت طلبت منهم راهو المتابعه اذا آه لابد الان من الضغط لتحويل الموضوع برمته الى مجلس الامن ومرة هذه من الصعب على الامريكان انهم يعني يعملوا فيتو في مجلس الامن ليش؟ ليش؟ لانه المراه هذه سيعطون الحق للبقيه لبوتين وللصين مجلس الامن وغوتيريشلي اللي شفناه اللي فعل التدابير الاستثنائيه غوتيريش وحكينا حتى بانه القرار اللي خذاه سيؤثر سلبا على آه تموقعه حتى في وصلة مجلس الامن غوتيريش يقول سنحيل فورا الإختار بالتدابير المؤقته لمحكمه العدل الدوليه الى مجلس الامن وهذا هو هذا الدولي دولي مره اخرى غوتيريش في مستوى الحدث لا رائع أنا. رائع بصراحه جراه لانه ما شفناش قبل من وقت بطرس غالي وكلفه ذلك منصبه ماريناش معناه امين عام ياخذ مواقف حاسمه وهذا ما يملي عليه مش ضميره فقط لكن في الحقيقه القانون الدولي راهو غوتيريش ما جاب حتى شيء جديد راهو هذا كله موجود في النصوص ولكن غطرسه الامريكان جعلت كل هذه عشرة السنوات يعني مجلس الامن اصبح كانه معناها لعبه فيد الامريكان وفيد معناها الصهاينه وشفنا قديش من القرار 242 الى اليوم لم ينفذ اي شيء معناها ضد اسرائيل والان ننتظر كلنا انه بسرعه يمشي القرار مجلس الامن وان شاء الله الجزائر تضغط لي يعني التسريع باحاله قرار لمجلس الامن بي البيت الابيض مثلا تو في اخر تصريحاته نقرا يقول هناك ما يدعون للقلق بشان الافعال التي قام بها بعض مو... بعض موظفي الاونروا سيد العميد في غزه لكن هذا لا يعني اتهام الوكاله باسرها ممكن هذا في اجابه على من تحدث عن قصف مدارس الاونروا و... لا 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 سامحني سامح سمع الاغلبيه اغلبيه ما استندت عليه المحكمه لما رفعت جنوب افريقيا واعطت لك القرار ب 84 صفحه اكثر حاجه اعتمدتها محكمه العدل الدوليه هو ال يعني كل ما هي منظمات تبع الامم المتحده موجوده على الارض لان هذاك حازم لونروا لما سئلت قالت الحقيقه قالت راهي اباده راي ما هذا ما يقع امام انظري راهو عندي موظفين قتلوا راهو يقصفون المدارس يعني المحكمه العدل الدوليه وهذا ما جعل الامريكان يجنون لانه ما تكذب معناها منظمات منظمات دوليه ما بتنجمش منظمة الإغاثة بصفة عامة لا تستطيع أن يعني حتى لو نرواك تقول كلمة حق نشك فيه بالطبع بالطبع هذا م. هو المشكل الكبير الآن معناها إنسان كأنه جاء اتمزعينه أنت أمريكا اللي عملت لنا هل من الأول لا سوسيتي دي ناسيون بعد الأمم المتحدة اليوم من نطعنوا فيها و لا مش نطعنوا فيها قال سنحاسبها بالتبع. سنحاسب بالطبع على السلوكيات المنسوبة بالطبع لبعض ما علاش بالمال يقصدوا يقصدوا المال خاطر هما الممولين أكبر ممولين الأمريكان ابتزاز عملية ابتزاز باش ما ندفعلكش الأموال معناها باش تواصل تخدم هذا هو واضح العملية. امم وبداوا إيقافات نتاع الدعم والأموال بالضبط. وتجميد بعض الأموال نعم. بالنسبة للونروا كملنا في التوقيت البرنامج ده. الحمد لله الصوت كمل